طيب عايزين نرسم الجريد، خلينا ندخل كده في ليفل 1 ونرسم جريد، مفيش حاجه جديده اهو. ماشي، الجريد ابدا ارسم بقى الجريد اهو. دي مثلا 1 2 3، احنا لو حد عايز يرسم غرفه واحده في المشروع ده كله ارسم غرفه واحده مفيش مشكله. ماشي، وده هنا ايه ايه لما اغيره الايه وابدا ارسم اهو كوبي، او ممكن اخده الري، ممكن استخدم بقى الاوبر اللي استخدمتها قبل كده الري 5 واقول له اول واحده واخر واحده يبدا يعملهم لي بالشكل دوت. ماشي، الناس بس تعمل الجريد. طيب جريد، استنى، حاضر حاضر. طيب نكمل. طيب نكمل. بلاقي عندي حاجه اسمها مالتي سيجمنت. يعني ايه مالتي سيجمنت؟ يعني لو انت عايز ترسم جريد بالشكل دوت وكده وكده يبدا يرسمه لك بدون اي شكل خالص. لو انت عندك حاجه عايزها شكل معين في الجريد تقدر ترسم حاجه بالشكل دوت مالتي سيجمنت. تمام، ممكن في اي لحظه تقول له ايديت سكتش وتعدل فيه زي ما انت عايز. يعني ممكن تلغي ديت وتخليها على هيئه قوس. ماشي، طيب الغيت دوت عشان مش محتاجينه دلوقتي. عايزين نبدا نرسم غرفه 2 3 زي ما انت عايز. يعني لو عايز ترسم غرفه واحده مفيش مشكله، هقول له وول، الاقي عندي وول اركتكتشر. تمام، طيب هقول له انا عايز ارسم مثلا غرفه اهيت اهي اهي، احنا بنراجع بس على اللي فات. طيب ممكن اقول له اربط لي كل دول اربطهم لي بالليفل 2. تمام، خلاص بقى كده لما تيجي تدخل في الاليفيشن هتلاقي الحته بتاعتك من ليفل 1 لحد ليفل ايه؟ لحد ليفل 2. وانا في ليفل 1 بدات ارسم اول واحده او ثور دبليو اي. تمام، لو عايز تسيب غرفه واحده ماشي هنطلع عليها. نعم، بص، ممكن لو في حد اتعلم على الحاجات فمش ظاهر معاه الخصائص. ليه؟ لانه ساعات بيبقى داخل معاه حاجه ثانيه. يعني لو انا عملت سيلكت كده هلاقي مفيش خصائص خالص. ليه؟ محتاج ان انا اروح فلتر واقول له انا مش عايز الجريد ومش عايز الموديل جروب، واقول له ان انا عايز اغير خصائص من هنا فيبدا يغيره لي. تمام، يعني الفلتر لو عنصر واحد دخل غير العادي بتاعي مش هيظهر معايا الخصائص. طيب الجريد دي انا كنت عملتها من خلال امر الري. امر الري بيعمل لي الجروب، فانا مش عايز جروب، ممكن اعمل عليهم سيلكت كلهم
واقول له ان جروب خلاص بقت خطوط عليا. لو عملت سيلكت على واحد فيهم ما بتجيبليش ان انا اغير في العدد بتاعهم. طيب وانا عامل سيلكت على الجريد عندي امر ان انا اعمل ايه؟ اعمل له بن بحيث ايه ان هو ما يتحركش. لما انا بحاول احرك فيه بيقول لي كانت موف. تمام؟ وعندي هنا اختيار احنا خدناه امبارح اللي هو ايه؟ سيلكت بند اليمنت. لو دوست عليه ما تقدرش تعمل سيلكت للعنصر اللي هو ايه؟ اتقفل. يعني انا بعمل سيلكت لده وده واللي في النص لا. ولو عملت سيلكت كده يجيب لي اول واحد واخر واحد واللي في النص لا. تمام؟ فدي الحاجه احنا خدناها امبارح اللي هو ان انت ايه؟ تقول له ان انا مش عايز اعمل سيلكت على الحاجه اللي معمولها بين. طيب لو انت في سيكشن او في 3 دي، لو انت في سيكشن او في 3 دي عايزين نضيف زي ايه؟ حليه بسيطه للحيطه عباره عن بروز عن الحيطه بيسموها وتره. تمام؟ فاعمل ايه؟ لو انت في 3 دي او في السيكشن من وول هتلاقي عندي حاجه اسمها سويب، يعني اعمل لك بروز في الحيطه. اختار مثلا الحيطه دي واقول له اعمل لي سويب. والحيطه دي واقول له اعمل لي سويب، خلاص كده عمل لي الاثنين دول بروز في الحيطه بالشكل دوت. تاني لو انا عايز اعمل زي وزره او بروز في الحيطه هقول له وول واقول له سويب، بس اكون في 3 دي او في السكشن وابدا احط السويب. دوست مره واحده هنا واي حته ثانيه هيبدا ياخدها على نفس الارتفاع. انا بدوس شيفت وعلى البقره اللي في النص بحيث ان هو يلف معايا المبنى، ولما اخلص دوس في اي حته فاضيه هيبدا يرسم لك الوزره ديت. طيب خلينا نختار الامر التاني هو نفس الحاجه يعني. بس بدل السويب هقول له ريفيل. يعني ايه؟ يعني اطرح لي من الحيطه. تمام؟ انا قلت له هنا من بره، فلما هكمل هكمل لي من بره. عايز الف هقول له شيفت والبقره وابدا الف الشكل بتاعي. تمام؟ اه عملها لي بالشكل دوت. عايز اشوفها اكتر ممكن اجي هنا واقول له شديد فيبدا يوريها لي بالشكل دوت. طيب انا عايز اتحكم في الشكل دوت، اعمل سيلكت عليه اسمه ريفيل اهوت. تمام؟ بيقول لي اوفست فروم وول، عايز تبعد عن الحيطه بمقدار قد ايه؟ الليفل اللي انت فيه، الارتفاع بتاعه، مثلا ممكن تغير في الارتفاع بتاعه وخليه 1200. ماشي اهو. لا انا عايز اغير الشكل نفسه اخليه دائري. دي حاجه اسمها ايديت تايب. وعندي حاجه اسمها بروفايل. بروفايل يعني ايه؟ يعني حاجه 2 دي برسمها برسم دوريه وهو ياخد البروفايل ده ويبدا يلفه معايا. ده بروفايل، ماشي؟ انا ممكن ان انا ارسم البروفايل، يعني انا اخد محاضره ازاي ارسم بروفايل، بس في حاجات جاهزه هنا. ممكن اقول له مثلا 3 بريكس واقول له اوكي. هياخد الشكل دوت ويبدا ايه؟ يمشي بيه. يبقى تاني. لو انا عايز ارسم حاجه من كده هاجي اقول له وول واقول له انا عايز ارسم مثلا سويب. هورزونتال ولا فيرتيكال؟ فيرتيكال. اهو. عمل لي ايه؟ بروز لبره في الحيطه. ممكن اعمل سيلكت كده واتحكم قد ايه قصه من الحيطه. وادخل هنا في الايديت تايب. الاقي حاجه اسمها بروفايل. بروفايل يعني الشكل بتاعه. اقول له مثلا انا عايزه بالشكل دوت. دي كلها حاجات موجوده. ممكن اقول له مثلا انا عايز 2 بريكس. فيبدا يجيبها لي بالشكل دوت. تمام؟ ينفع اعدل فيها؟ اه هو عباره عن حاجه 2 دي بدخل اعدل فيها بس خليها ايه؟ بعدين. بس انت تقدر تاخد اي شكل، تعمل اي شكل انت عايزه. ويبدا الشغل عليك، يعني الكورنيش اللي فوق ديت تقدر ناخدها ونقدر نديله ال 2 دي بتاعها وهو يقدر يمشي بيها كده.
طيب احنا عايزين بقى نعمل ايه دلوقتي؟ تمام؟ عايز ابدا اقسم الفلور تحت، يعني قبل ما ارسم حاجه لازم اعمل فلور، فكل واحد يعمل فلور الحاجه اللي هو رسمها، اي كان الشكل اللي انت رسمته. لو انت رسمت كذا غرفه او كذا فلور لكذا واحد. انا هعملها دلوقتي بنرجع احنا على الشغل اللي فات، انا دلوقتي عايز اعمل فلور. فاجي في ليفل 1 واقول له انا عايز فلور. واقول له ان انا عايز مثلا ايه فلور اركتكشر وابدا ارسم. ماشي، ممكن مثلا ارسم مثلا من هنا، ممكن المبنى كله تاخده فلور واحد مفيش اي مشكله خالص. ماشي، او ممكن تقسمه تقول مثلا ده فلور من هنا لهنا، اوكي. او ممكن في نوع تاني من الفلور مثلا من هنا لهنا، ده نوع تاني غيرت النوع بتاعه وود مثلا، اوكي. وتشوف في 3 دي نلاقي ايه ان عند الغرفتين دول فيهم فلور والغرفتين دول فيهم فلور تاني خالص. طيب لو عايز افتح اوبننج ممكن اعمل سيلكت واقول له ايديت باوندري وراح. ايوه من الخطوات من الكوربرتس ازاي او حاجه من هي انا مش عارفه اقول لك بس ازاي افضل واحده موجوده في السرجي هيبقى معاك الدور اللي انت قلتي لعبت من او غيرتي او غيرت في الفيوريج يعني لعبت كتير. انا ما شفتش قبل الدور الاوبننج دي موجوده في كذا دور، في نفس الاوبننج دي موجوده في كذا دور.
يعني انا دلوقتي هعمل حاجه ان انا اخلي الفلور ده يتكرر في كذا مكان، ماشي؟ هقول له كوبي واقول له الاين تو سيلكت ليفل، خدت الدوت من الدور الاول للدور الثاني والثالث. انا عملت ايه كده؟ في عنصر موجود في الدور الاول وكررت في الادوار كلها، تمام؟ لو عملت سيلكت على ليفل 1 هياخد الحاجه من ليفل 1 ويحطها في ليفل 1، فهيبقى دوبليكيت. انا اخترت 2 و3، اوكي؟ ظهر معايا اهو ده وده. طيب تاني انا عندي اهو الفلور اهو، عايز اكرره. عندي كل الشغل بتاع ليفل 1، كل الشغل بتاع ليفل 1 اهو عملت عليه سيلكت كله، ماشي؟ وقلت له كوبي اللي هي ديت كوبي. عايز انسخه للدور اللي فوق، هقول له الاين تو سيلكت ليفل، واخترت ليفل 2 وليفل 3 وقلت له اوكي. هتطلع في ليفل 2 هتلاقي الشغل، هبص في 3 دي هتلاقي اتعمل بالشكل دوت. انا بفترض ان انا عندي شخص موجود من اول دور لاخر دور، فمش معقول هدخل على فلور فلور اعدل فيها المقاس بتاعها، تمام؟ انا بفترض ان انا عندي شخص مثلا بتاع اسانسير بتاع سلم بتاع غربش اي حاجه، فانا عايز ايه؟ ارسمه مره واحده الشفط دوت، تمام؟ فهعمل ايه؟ هاجي هنا في الاوبننج هقول له ايه؟ انا عايز ارسم شفط، وهبدا ارسم الشفط بتاعي. شفط شفط اللي هو منور اوبننج. طيب قلت له اوكي، تمام؟ طيب خلينا ناخد سيكشن اهو. خلي بالك الشفط انا اقدر اعمل عليه سيلكت، واقدر اجي هنا اعدل في الارتفاع بتاعه، يعني اقدر اطلع بيه فوق وانزل بيه تحت، وهو كل ما يعدي في حاجه هيروح فاتحها لي بالشكل دوت. يبقى في امر اسمه شفط. من ليفل 1 اقدر اجي هنا اقول له انا عايز ارسم اوبننج شفط، وارسم الشكل اللي انا عايزه اهو، تمام؟ وتقدر تيجي من هنا من الخصائص بتاعته تقول له ده من ليفل 1 لحد ليفل 3 مثلا. يبقى انا كده عملت الحاجات بتاعته. في عندي حاجه اسمها سمبليك لاين، يعني عباره عن ايه؟ ان انا هرسم حاجه 2 دي مجرد بس شكلي كده بس، مش هيتنفذ معايا، مجرد بس شكل. اقول له اوكي، عمل لي رمز ان في هنا شفط، ولو دخلت في 3 دي الاقي الشفط اتعمل. اقدر اعمل سيلكت على الشفط دوت واحركه مثلا لتحت. لو هو ما قطعش في الشغل خلاص مش هيظهر معايا الشفط. الشفط اي حاجه بيقطع فيها بيبدا يعمل لي كده اوبن، تمام؟ بس عندي الشفط كده المهندس اللي بيعمل الدوين دلوقتي انت بتعمل مضمون على طول. ايوه بس انت عايز كده بتاع الحاجه. طيب Thank you.
لا طيب احنا كده رسمنا الحيطه، عايزين نرسم مثلا السيلينج. خلينا نبدا نرسم السيلينج. اقول له سيلينج بس لازم اكون واقف على اللوحه بتاعه السيلينج، لازم اكون واقف على اللوحه بتاعه السيلينج، لازم اكون واقف على اللوحه بتاعه ايه سيلينج. اقول له سيلينج وابدا اقول له ايه اوتوماتيك، لو عنده غرفه هيبدا يحط فيها سيلينج بالشكل دوت. تمام، خلي بالك ان الاوبننج قطعت في السيلينج، يعني الاوبننج دي بتقطع في حاجات كتير قوي، اي حاجه تلاقيها في سكتها هتقطعها. تمام، طيب انا دلوقتي رسمت الايه السيلينج كله. الناس معايا مركزين؟ طيب هنقول حاجه صغيره ونرجع تاني نكمل. هقول له ايه، انا عايز من سيستم، سيستم دي اللي هي الحاجات اللي هي بتاعت ميكانيكا وكهرباء والحاجات دي كلها. لو انا بحط حاجه على السيلينج لازم اكون فاتح السيلينج مش الفلور. وممكن نقول له اير تيرمينال. اه طيب الناس تركز معايا، اول مره ناخد ان احنا ناخد فاميلي من بره المشروع. تمام، هقول له هنا سيلينج واقول له اير تيرمينال او لايتنج، لايتنج انفكتشر. بيقول لي مفيش فاميلي في المشروع دوت بتاعت لايتنج، انت التمريض بتاعك معماري ما فيهوش اي لايتنج خالص، ممكن تحملها. اه وود يو لايك تو لود وان ناو، تحمل فاميلي دلوقتي. هقول له اه، والمكتبه بتاعتي، المكتبه بتاعتي هدور على اللايتنج وابدا ادور على فاميلي تكون تحت في السين. ماشي، هبدا اختار مثلا ايه دي، مثلا هتلاقي حاجه مكتوب عليها داونلود، يعني حاجه تكون بتتحط على السيلينج، وهبدا عندي ايه بليس اون فيرتيكال فيس. فيرتيكال فيس يعني هحط حاجه على الحيطه، يعني لو جيت كده هحطها على الحيطه. طيب بليس اون فيس هيحطها فين؟ على السيلينج اهوت. طيب لو عملت سيلكت عليها هيقول لي دي محطوطه على السيلينج اللي على ارتفاع 2438 من ليفل 1. يبقى تاني هقول له سيستم واختار مثلا اير تيرمينال، ماشي، وهيقول لي الفاميلي مش موجود، هقول له اوكي واروح رايح للاير تيرمينال. الاير تيرمينال، اير تيرمينال، اير تيرمينال غالبا هتلاقيها في الاتش باك، اتش باك او ميكانيكال اكيوبمنت. طيب فين الميكانيكال؟ ميكانيكال ممكن يكون الفاميلي مش موجوده كلها. ميكانيكال
ميكانيكال واقول له ان انا عايز مثلا ام اي بي وعايز اير سايد كومبوننت وعايز مثلا اير ترمينال اهو واقول له اوكي اختار حاجه من اللي هتحط على السيلينج بيبقى مكتوب عليها هوستد مثلا واقول له اوكي وابدا احطها على السيلينج بس لازم اختار ايه بلوس ان فيس تاني هقولها تاني لو في حد عنده مشكله فيها طيب الناس تطبق وتحط حاجه على السيلينج يعني كل ده انا لازم اتفرج على هذا البلدي هو اكبر جائزه
طيب بعد كده احنا كده شوفنا مثلا ازاي ناخد فاميلي ونبدا نشتغل عليه وحطينا السيلينج. طيب انا لو انت عايز تظبط الارتفاع بتعمل سيلكت، لو هي مرتبطه بالسيلينج مش هيديك ان انت تظبط الارتفاع، لو هي مش مرتبطه بالسيلينج بيديك ان انت تغير الارتفاع بتاعتها. ماشي، يعني في حاجات بتبقى زي الباب كده لازقه في الحيطه. طيب بمناسبه الباب خلونا نحط باب، عشان احط باب مظبوط اكون واقف في الفلور بلان مش في السيلينج، واقول له ان انا عايز الاركتكشر احط ايه، باب مثلا. حطينا باب وباب وشباك وزي ما انت عايز. ماشي، طيب حطينا شباك اهو. في حد عنده مشكله في الشبابيك؟ طيب انا دلوقتي عايز اعمل دايمنشن للحاجات دي كلها مره واحده. حط كده باب وشباك. طيب انا دلوقتي عايز اعمل دايمنشن للحيطه دي كلها مره واحده. ماشي، فاقول له دايمنشن اللي هي دي اي، مظبوط. انا عندي اختيارين، احنا كل مره بنشتغل باللي هي انديفيدوال ريفرنس، يعني ببدا ارسمها مره واحده. تمام، هناخد حاجه جديده بقى النهارده اسمها انتاير وول. يعني ايه انتاير وول؟ يعني دي الحيطه كلها وانا اعمل لها الدايمنشن بتاعتها. فاعمل سيلكت على الحيطه هيبدا يعمل لي الدايمنشن بالشكل دوت، بس انا مش عايز كده، انا عايز تفاصيل المسافات بين الباب والشباك والحاجات ديت. يبقى تاني هقول له دي اي، هنا هقول له انتاير وول، واقول له اوبشن، واقول له ان انا محتاج الاوبننج. طب انت محتاج الاوبننج من السنتر ولا من الويتس؟ هقول له من الويتس. وبعد كده انترسكشن وول وانترسكشن جريد، يعني لو انت قابلت وول او جريد ابدا ارسمهم معاك، وابدا اختار الحيطه يبدا يرسمهم لي كلهم مره واحده بالشكل دوت، هتوفر معاك وقت. ماشي، يبقى تاني هقول له دايمنشن دي اي، واختار هنا البيك، هقول له بدل انديفيدوال هقول له انتاير وول، واقول له اوبشن، واختار الاوبننج من الويتس وانترسكشن وول وانترسكشن جريد. اوكي، وهتلاقي كله بترسم بسرعه معاك. طيب الناس تجربها. Thank you.
طيب بص في دايمنشن هتلاقي عندك اللي هي الاين تمام، هتلاقي امر تاني الدايمنشن هتلاقي عندك ايه كذا امر، فتعال نبص عليهم سريعا كده. هتلاقي عندك لينير، ده بيعمل ايه؟ بيعتمد ان انا بختار نقطه، اخترت نقطه من هنا واخترت نقطه من هنا تمام، يعني هتلاقيها قريبه من الثاني، وبالعكس الاولانيه اسهل، بس ساعات برضو ايه بتلاقي نفسك مزنوق ان انت تعمل سيلكت من خلال نقط يكون في مشكله، فده ايه احتياطي. عند هنا الزاويه انجلر، تبدا تختار خط وخط ويبدا يرسم لك الزاويه بينهم، نفس الامر بتاعه الاتقان. الراديال لو انا عندي مثلا اي شكل، خلينا نرسم مثلا شكل وول على شكل دايره بالشكل دوت تمام. طيب انا عملت الدايمنشن اصلا، ممكن مجرد تدوس هنا يعمل لك هو الدايمنشن. طيب دايمنشن ممكن تقول له راديال، فيبدا يرسم لك الراديال بالشكل دوت. الدايمتر برضه نفس الفكره، ده في الرقم. ارك لينس، ارك لينس بقى بيعمل ايه؟ لازم تختار الارك كله مره واحده، وبعد كده تختار اول نقطه وثاني نقطه، يبدا هو بقى ايه يرسم لك بينهم تمام. خلينا مثلا ايه نرسم وول هو اللي انا عايز ان ارسم دايمنشن، واقول له انا عايز ارسم الارك لينس، هتبدا تختار هنا وبعد كده تحول اول نقطه وتاني نقطه، فيبدا يرسم لك المسافه اللي بينهم قد ايه. طيب عندي سبوت اليفيشن، لو انت عندك اي حاجه مثلا ممكن تتعلم عليها، يبدا يجيب لك الارتفاع بتاعها قد ايه تمام. يعني عندك فلور مثلا فعايز تتاكد، بقول له سبوت اليفيشن. الكوردينيشن بيجيب لي الاكس والواي بتاعي تمام، عندي سبوت كوردينيت بيجيب لي الاكس والواي تمام. السبوت سلوب لو انا عندي رامب او كده، بيبدا يجيب لي الميول بتاعت الدي، يعني هنا نو سلوب، اول ما الاقي سلوب في رامب مثلا بيبدا يقول لي الميول بتاعت الدي. اوكي رساله الخطا دي لان انا ما رسمتش الرامب لحد اخره، فبيقول لي كده انت مش واصل لحد الدور اللي فوقيه. طيب هقول له انا عايز دايمنشن وعايز سبوت، وراح حاطط ايه الميل بتاعي بالشكل ده. طيب ده حد عنده مشكلة؟ طيب السلوب لازم اكون انا راسم رامب مثلا، او راسم ميول في الارضيه تمام. لو انا عندي راسم رامب مثلا اهو تمام، اقول له عايز سلوب من الدايمنشن تمام، ايه يبدا يجيب لي الميول بتاعتها ايه. طيب عايزين نرسم بقى السقف بتاعنا، السقف ماشي. فانت بتشوف بقى اخر دور انت اشتغلت عليه، حتى لو شغلت دور واحد وغرفه واحده مفيش مشكله، المهم ايه ان احنا راجعين على اللي فات وخدنا حاجات صغيره جديده. طيب هقول له انا عايز روف ماشي باي فوت برنت ماشي، وهناخد واحده اسلوب جديد النهارده. طيب اول حاجه ديفاين سلوب، هل انت عايز سلوب ولا لا تمام. اوفر لو انت عايز سلوب خلاص هتختار اوفر سلوب وتبدا ترسم. تعال نرسم مره سلوب ومره غير سلوب. ممكن تقول له باي وول، يعني هعمل سيلكت على الوول وانت ابدا ايه اشتغل عليها تمام. في سلوب اهو مكتوب، كل خط من دول ممكن تعمل عليه سيلكت وتبدا تشوف السلوب بتاعه تمام. طيب ركزوا معايا في الصوره دي، انتوا حاسين معانا؟ طيب هتلاقي ان الفلور مش مرسوم كامل، مش من اول لاخر، لا رسم جزء صغير. فين بقيه الروف؟ هو اللي حاصل ان في ميول، فانا عندي فيو رينج، يعني انا بشوف من الدور دوت للدور اللي فوقيه، بقطع هو ففي جزء انا مش شايفه. يعني لو انا دخلت في ال 3 دي
هتلاقي الـ الحاجه كامله خالص معايا. انا هنا في 3 دي شايف الشغل كله، انما هنا في الليفل 3 انا شايف جزء بس. طب انا عايز اشوف الباقي، اغير ارتفاع ايه؟ ايوه الفيو رينج. ايوه تمام الفيو رينج. يبقى انا هدخل كده في الفيو رينج، هلاقي عندي هنا بيقول لي التوب والبوتوم والفيو ديبس. لو غيرت في الفيو ديبس والبوتوم مش هيأثر معايا. ليه؟ لان دي الحاجات دي في بتأثر في الشغل اللي تحت. انا خليت ده 3 متر، خلي دي مثلا، ممكن تخليها مثلا 4 متر. اهم حاجه بالنسبه لي الكات بلان، الكات بلان 1200 خليه 2200 واقول له ابلاي. طيب خليه مثلا 3500، بدا يشوفها اكتر. طب خليها بقى 4000. تمام، لو قلت له 4500 او 5000 هيقول لي غلط. ليه؟ لان الكات بلان المفروض يبقى اكتر من التوب. طيب انا هخلي التوب ايه؟ انليمتد. يعني ايه انليمتد؟ يعني شوف كل الحاجات اللي فوقيه، ودي بنستخدمها كتير في اللاندسكيب. اقول له ابلاي، هيبدا يوريها لي بالشكل دوت. يبقى دي المفروض مثلا تبقى 6 مثلا، 6 متر. ابلاي بقى بالشكل دوت. يبقى انا كده في البلان دوت شفت الروف كله كامل بدون اي مشاكل خالص. تمام، يبقى احنا كده شفنا الفايده بتاعت الفيو رينج، ان انا اقدر اطلع وانزل وابدا اشوف المبنى زي ما انا عايز. طيب خلينا نرغي في اللور ده خالص ونرسم واحد تاني، او الروف اركتكشر روف، بس هرسمه من غير سلوب. تمام، هترسم عادي زي الفلور. طيب عندي خصائص شفتها، عندي حاجه اسمها تشين، يعني الخط يفضل يكمل معايا لحد ما يخلص. عندي حاجه اسمها اوفست يخرج شويه، ريديوس يبدا يعمل لي البرو شويه. اوكي خلاص، ده كده رسم لي من غير اسلوب خالص. طيب طيب نرجع للشكل اللي احنا كنا فيه. شايفين الشكل دوت؟ انا عايز الحيطه تقف عند السقف، ما تكملش، يعني تروح لين في حيطه خارجه بره السقف. اعمل ايه؟ حد يقول لي كده؟ ايوه اتاش. تمام، انا كده عملت سيلكت واقول له اتاش توب، يعني اعمل لي اللي فوق. خلاص بيعمل اتاش اهوت كده كده. لو انا بص انا عايز اخد سيكشن في الكلام ده، بس سيكشن 3 دي، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل سيلكت على الحاجه ديت، وشايفين الزرار ده اللي هو سيلكشن بوكس، هيبدا يعمل لي سيلكشن بوكس. سيلكشن بوكس مربع، اقدر اعمل عليه سيلكت واتحرك بالشكل دوت. هتلاقي ان الحيطه واخده نفس الارتفاع ماشي مع الروف بالظبط، يعني الحيطه اهي واخده نفس الحاجه مع الروف. الروف هيطلع ينزل يتغير شكله، هي هتتغير معايا. تمام، انا لسه الطبق شوف كده كده. طيب في اي مشاكل دلوقتي؟ طيب Thank you.
طيب عندي هنا في الروف بلاقي اللي هي الاداه حلو قوي اسمها سوفت تمام، وعندي اداه ثانيه اسمها فاسكه وفي جتر. خلينا مثلا نختار الجتر اهي، مجرد ان انت بتعملها وبتختار حدود الفلور، بص بيضيف لك ايه ده اللي هو اساس لما المطر تنزل بيتجمع فيها وبعد كده بتحطه بايب ومنصرف المطر بتاعها.
معايا؟ اهو الامر اهو من اركتكشر هتختار روف السهم اللي تحت هتلاقي عندك اللي هو سوفت و فاسكه ايه؟ لا مش ريسك وعندك ايه جتر الجتر بيبدا يضيف لي اللي هي ديت وتبدا تلف حوالين المبنى بحيث تضيف في كل ناحيه بالشكل دوت فيبدا هو يضيف لك بالشكل دوت تمام طيب انا عندي هنا عندي هنا السكشن بوكس ده انا عايز الغيه اعمل ايه ادوس في اي حته فاضيه واجي هنا هلاقي السكشن بوكس دوت اروح شايل العلامه ديت يبدا يظهر لي المبنى ككل تمام طيب انت عايز تعمل سكشن بوكس سكشن بوكس يعني بتعمل ايه بتعمل سيلكت على اي حاجه وشايف الزرار اللي هو في الفيو دوت هتقول له سكشن بوكس هيبدا يعمل لك مربع ويعمل لك اقفال لجزء من المبنى ماشي طيب هناخد حاجات سريعه بس لذيذه هتسهل علينا الشغل ماشي مش هناخد عنصر جديد طيب يعني على سبيل المثال مثلا حاجات هتسهل علينا الشغل لو انا مثلا الحيطه دي عايز اخليها مخفيه تماما او عايز اخليها فيها شفافيه تمام يعني هناخد الاثنين ازاي فيها تماما وازاي اظهرها وازاي ده شفافيه طيب لو انا عايز اخليها تختفي لو انا عايزها تختفي شايفين في زرار هنا طيب انا عايز الحيطه دي تختفي شويه لحد ما اخلص شغل ماشي شايفين في نظاره هنا اللي هي temporary hide isolate اقدر اجي هنا واقول له hide element خلاص العنصر ده اختفى بس اختفى مؤقت لو بصيت هنا هتلاقي حاجه اسمها temporary hide كان في زي عدسه كده بتعمل زوم على حاجه طيب هتلاقي ان هو طب تعالى على العنصر هنا وتعالى على النظاره واقول له ايه هايد اليمنت بيخفي العنصر ده بس مؤقت جايب لي تمبوري هايد ايزوليت طيب لو دوست على النظاره تاني بلا زرار فوق خالص اسمه ابلاي هايد يعني ايه يعني اختفي تماما لو خلاص كده اختفت تماما انا مش شايفه ماشي طيب لو انا اخترت عنصر هنا وبرده قلت له في النظاره هايد كده العنصر ده اختفى اظهره ازاي لو انا قلت له اخر زرار تحت اللي هو ريسيت تمبوري هيبدا يظهر وخلي بالنا هو مش اتلغى هو اختفى يعني حتى بدليل ان الشباك دوت موجود لو انا لغيت الحيطه المفروض الشباك والباب يتلغوا ليه؟ لان هم هوستد على الحيطه فهم موجودين بس اختفوا لحد ما انا اخلص شغل اظهرهم تاني ازاي؟ بدوس على زرار ريفيل يظهروا ابدا اعلم على الحاجات اللي هي لونها احمر الحاجات اللي لونها احمر دي يعني حاجات مخفيه اعمل عليهم سيلكت رايت كليك ان هايد اليمنت تبدا العناصر تظهر معايا تمام؟ طيب نجربها ولو حد عنده مشكله يقول. بنعمل كده. انت لسه جربت؟ ايوه
طيب اللي بعديها على طول ايوه طيب برضو هنلاقي ان انا ممكن اعمل كاتيجوري. يعني ايه كاتيجوري؟ النظار هنا هقول له ايزوليت ازوليت كاتيجوري. يعني ايه ازوليت كاتيجوري؟ يعني ايه ازوليت كاتيجوري؟ يعني في كل حاجه ما عدا الكاتيجوري دي، يعني في كل حاجه ما عدا الحوايط اهو، يبدا يخفي كل حاجه ما عدا الحوايط، الحوايط بس هي اللي تظهر معايا ماشي. فممكن تقول له ايه ابلاي، خلاص كده وافق. تيجي هنا وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي لونها احمر وتقول لها ان هايت. زي ايه؟ فلتر. هي مش زي بالظبط بس ممكن ماشي يعني. ماشي طيب انت عندك ايه في ايزوليت كاتيجوري؟ يعني اظهر لي بس الحوايط او اظهر لي الابواب بس او الحاجات دي كلها. تحتيها هايت كاتيجوري، يعني اخفي لي كل الحوايط اللي موجوده في المشروع. خلينا ننزل المشروع كله. لا اي على سبيل المثال مثلا انا مثلا عندي الابواب، هعمل سيلكت على باب فيهم واجي هنا واقول له ايه ايزوليت كاتيجوري، فاخفى كل حاجه ما عدا الابواب، الابواب بس هي اللي ظاهره معايا ماشي. وعندك اختيار ابلاي او ريسيت. طيب تعالى برضو نشوف لو احنا دوسنا رايت كليك على اي عنصر، تمام على الحته دي مثلا دوست رايت كليك، اول حاجه بتقول لي كانسل كانسل كانها ما عملتش سيلكت ما فيهاش حاجه. في حاجه اسمها ريبيت، يعني اكرر اخر امر، اخر امر انا عملته بيبدا يظهر يبدا يجيبهولي. ريسيت ريسنت بيجيب لي اخر خمس اوامر، تمام. يعني لو انا عملت امر ممكن ادوس رايت كليك واختار مثلا اقول له انا عايز مثلا جتر، فيبدا يجيب لي ايه ان انا اعمل بالشكل دوت. طيب خلينا ندوس رايت كليك، هتلاقي حاجه اسمها شينج وول اورينتيشن، يبدا يغيرها لك يعكسها لك، تمام. ودي طبعا مش موجوده في كل الاوامر، دي موجوده في الوول بس. بيقول لي سيلكت جوينت اليمنت، يعني شوف لي العناصر اللي مرتبطه بالعنصر ده واسحبهم لي كلهم. يعني ايه؟ رايت كليك سيلكت جوينت اليمنت، هات لي كل العناصر المرتبطه. طيب اهي يعني العنصر ده مثلا هتقول له ايه سيلكت، فين مش موجوده مش موجوده في هنا، موجود بعد الاوامر سيلكت جوينت اليمنت يبدا يجيبهم. بدل ما سيلكت بقى وبعد كده تغير الخصائص بتاعتها. عندي هايد اللي هي هايد اليمنت وهايد كاتيجوري اللي احنا لسه شايفينهم. طيب عندي اوفر رايت، يعني ايه اوفر رايت؟ يعني خد من خصائص غير الخصائص اللي موجوده ماشي؟ يعني ايه؟ كل الحوايط هيبقى ليها خاصيه معينه ما عدا دي هيبقى ليها خاصيه ثانيه. يعني المشروع كله ماشي بشكل معين بس انا هديله خاصيه مختلفه شويه. يعني كل واحد مثلا من هنا هيديله 2 جنيه ما عدا واحد بس 3 جنيه. طيب هقول له ايه اوفر رايت؟ اوفر رايت جرافيك ان فيو، يعني هديله لون معين باي اليمنت، يبقى الحيطه دي بس هتاخد لون او شكل او شفافيه مختلفه ماشي. يعني ممكن تقول له ايه انفيزابل، شلت العلامه دي خلاص هتبقى مخفيه. نجربها اهي، شلت العلامه وقلت له ابلاي اختفت، اظهرها واقول له ايه هاف تون، يعني خليها فيها شويه ايه خفيفه شويه. البروجكت لاين ممكن تقول له كلر، ده البروجكت لاين الخط اللي بره مش الشكل اللي جوه، اقول له مثلا اديني لون اخضر شويه فيبدا يديني لون اخضر للي بره. ممكن تقول له الباترن خليه يختلف او الويت السيرفس باترن، يعني عندك حته معينه وانت مهتم بيها فبتديها شكل معين. ممكن تقول له الباترن انا عايزه مثلا بالشكل دوت، تمام. طيب في برضو هنا كات لاين الشفافيه، ممكن نخلي الشفافيه بالشكل دوت فيبدا يطلع معايا بالشكل ده، تمام. يعني انا بعمل خاصيه معينه بغير فيها، ممكن الشفافيه ممكن الالوان
الخطوط، كل الحاجات دي اقدر اعدل فيها. تمام؟ انا مثلا عندي الحته دي، هدوس هنا رايت كليك، او خلينا في الروف اللي فوق، الروف اهو رايت كليك، وقلت له اوفررايت باي اليمنت، وابدا اغير خصائص. مثلا الشفافيه اهي، ممكن تغير خصائص الكات باترن او الكات لاين او اللون اللي هنا، او ممكن تقول له مش عايز يشوفه، عايز اديله لون معين. تمام؟ يبدا يظهر معايا بشكل شفاف. انا كده مثلا بعمل شغل معماري، بس الناس شايفه الفرنتشر وشايفه الشغل اللي جوه. تمام؟ طب الناس تجرب ديت عشان نعمل الفايل اللي هي رايت كده. نكمل. ايوه نكمل نكمل. طيب الحته دي هدوس ايه؟ رايت كليك، بلاقي عندي حاجه اسمها كريت سيميلر. كريت سيميلر يعني ايه؟ هرسم حاجه زي الحاجه اللي انا عامل عليها سيلكت، هبدا ارسم حيطه مثلا. تمام؟ فكريت سيميلر بدل ما اروح للامر اللي انا عايزه بقول له كريت سيميلر واعمل حاجه زيها بالظبط. سيلكت بريفيوس، لو انا مش معامل سيلكت الحاجه خالص وقلت له سيلكت بريفيوس، بيعمل سيلكت على اخر عنصر انا عامله سيلكت. يعني في اي وقت سيلكت بريفيوس هيجيب لي اخر حاجه انا كنت عامل عليها سيلكت.
طيب هنا رايت كليك ولا عندي حاجه اسمها ايه؟ الناس معايا؟ ايوه. طيب بلاقي عندي حاجه اسمها هنا فايند ريفيرنج فيو. فايند ريفيرنج فيو يعني هات لي الفيو اللي فيه العنصر دوت. تمام؟ فبيقول لي العنصر ده موجود في ليفل 1 وليفل 2 والسايت، فاقول له مثلا وروا لي في ليفل 1 فيبدا يجيبه لي في ليفل 1 اهو. تمام؟ يعني تاني لو انا موجود في 3 دي وفي عنصر عايز اشوفه في انهي فيو ادوس هنا واقول له ايه؟ فين؟ فايند ريفيرنج فيو. يبدا يقول لي هو موجود في كذا ليفل، فاقول له اوكي فيبدا يجيبه لي في ليفل، في الليفل اللي انا عايزه. ماشي؟ طيب خلينا نبص على برضو لو انا هنا ودوست رايت كليك على حاجه بلاقي حاجه اسمها زوم انريشن، يعني اعمل زوم على الجزئيه ديت. ابدا ارسم زوم بالشكل ده. طيب عندي هنا براوز بيطلع لي البروجكت براوزر والسيستم والام اي بي والحاجات اللي هي خاصه بالام اي بي. لو انت عايز تظهرهم مجرد بس بتدوس كده يبدا يظهر لك القائمه دي. يعني لو انا عندي القائمتين دول اختفوا يا اما اروح لقائمه فيو واروح لليوزر انترفيس وابدا اعلم على اللي انا عايزه من فيو يوزر انترفيس، او ادوس هنا واقول له براوزر واقول له انا عايز بروجكت براوزر وادوس هنا واقول له ايه بروبرتيز، فالاثنين يبداوا يظهروا عندي. ماشي؟ ايوه حاضر. ثواني. طيب الناس تطبق وانا ايه؟ طيب اخر حاجه نختم وحاجه حلوه يعني ان شاء الله تعجبكم. ماشي؟ طيب احنا فاتحين 3D مظبوط؟ احنا فاتحين كلنا 3D. تعال على 3D اللي انت شغال عليه، تعال على 3D اللي انت شغال عليه هنا في البروجكت براوزر واعمل له دوبليكيت. يعني انا عايز يبقى عندي اثنين 3D زي بعض، ماشي؟ عشان انا محك كده ايه ظريف. ماشي؟ طيب يعني انا عندي في البروجكت براوزر في 3D عايز اعمل منه دوبليكيت نسخة ثانية. بتدوس رايت كليك وتقول له دوبليكيت وتقول له دوبليكيت اللي هي اول واحدة. كده بقى عندك اثنين 3D. ماشي؟ طيب ليه بقى؟ دي حاجة بقى ايه احنا ممكن نعملها، ان انا مثلا الروف اهوت هعمل عليه سيلكت. ومن فيو هتلاقي هنا اداه هنا اسمها ديسبليس اليمنت، ديسبليس اليمنت. ماشي؟ هعمل عليها سيلكت ديسبليس اليمنت
على الروف وسحبته لفوق. هو انا ما عملتلوش موف، وانا عملته بس في الفيو ده بس مجرد شكل، ماشي؟ طيب وبعد كده هعمل سيلكت مثلا على العناصر ديت اهو، هعملها مرتين ثلاثه وبعد كده تعملوها ديسبليس اليمنت، رفعتها للشكل دوت. وبعد كده الدور ده قلت له ديسبليس اليمنت اهو، تمام؟ فبقى عندي حاجات بالشكل دوت، ماشي؟ وممكن اعمل سيلكت مثلا للعناصر دي وعملت لها ديسبليس اليمنت الناحيه دي. هو في الحقيقه انا ما حرقش حاجه خالص، كل ده وهمي، تمام؟ يعني لو رجعت للثري دي الاولاني هتلاقي كل الشغل موجود، ده مجرد بس حاجه للبرزنتيشن، ماشي؟ احساس ان انا بعت له حاجه بالشكل دوت تبقى حاجه شكلها حلو. الفيلا متقسمه كذا دور وكل دور فيه الشغل بتاعه. نعم؟ ليجو؟ ما هو البيم كله ليجو. طيب ممكن اقول له ايه؟ انا عايز اعمل ايديت. ايديت يعني ايه؟ يعني انا عايز اعدل فيها شويه. طيب ممكن اقول له ايه؟ انا عايز اعمل ايه؟ ريست، يعني ارجعها زي ما كانت الاول. او اقول له باص. باص يعني ايه؟ ارسم لي خط عشان الناس تفهم الحاجات ما جايه منين. اهو رسم لي خطوط اهيت، تمام؟ عشان اعرف ان الروف ده كان مكانه الاولاني فين. لو رسمت ده هيبدا يعملها لي بالشكل دوت، تمام؟ طيب الشكل دوت ممكن تعمل عليه سيلكت. الخط ده ممكن تقول له الستايل بتاعه انا عايز خط واحد او جاجد اهو، بحيث ان هو يوريك انت كنت ماشي ازاي المسار بتاعك اهو. يبقى تاني انا عامل فيو جديد اهوت، تمام؟ هبدا اشتغل عليه، هاجي اعمل سيلكت على دوت واقول له ايه ديسبليس اليمنت، وابدا ارفعها لفوق واعمل سيلكت على بعض العناصر واقول له ايه ديسبليس اليمنت، وابدا اجيبها مثلا يمين شويه، اعمل سيلكت على دوت واقول له ايه ديسبليس اليمنت، تمام؟ بحيث مثلا واحد عايز يتفرج على الشغل اللي جوه وتبقى يظهر شكلها حلو والحاجات دي كلها. طيب ممكن تقول له باص فيبدا يعملها لك بالشكل دوت عشان تعرف الحاجه دي متوصله فين. ممكن تعمل سيلكت على اي واحد فيهم وتقول له ايه انا عايزها مثلا جاجت. طيب جاجت بشبان غير لو الشكل ده تعمل له موف مثلا الناحيه دي وتعمل له موف مثلا الناحيه دي وهكذا، فتبدا بقى تشوف الشكل اللي انت عايز توصل له فيعمل لك حاجه بالشكل دوت، فيعمل لك يعني حاجه لوحه بشكلها حلو ومبين المراحل بتاعه المشروع، وفي نفس الوقت انت ما عملتش موف لاي عنصر، كل العناصر موجودة في أماكنها، مفيش ولا عنصر اتحرك. تمام؟ بس كده. الناس تطبق. ازاي اربطهم بخط؟ بقف على العنصر وبلاقي باص، فببدأ ادوس على باص وببدأ احدد النقط اللي عندي. الناس تبدأ تجرب.